قبل يخفضوا مشكل الفراغ. اي تفضل. احنا من اليوم هذا رئيس ميناء، سيد رئيس ميناء مسير، الاولويه للفلايك كبار ولا صغار تاع سيد؟ تاع سيد. ما هي عندكم اولويه مطلقه ونتعهد لكم قدام السيد الوالي. كل موجود. لا نتعهد لكم قدام السيد الوالي. كله على الثلج المسؤولين احنا 2020. الثلج. لا هذه نقطه بلا هذه النقطه اللي عندنا في الثلج. جماعه يعبيهم الشراب وكل شيء يسكتوهم. هناك جماعه اللي يجيب ولا عندهم على راسي يعبيهم. واحنا هناك يسكروا في بواتهم. سمعوا. وعندنا كافه معاهم. يسكروا في بواتهم. انا صح صح العظيم. عيال ألف مرة شوف عيال ألف مرة احنا ما نلقاوش الفضاء باش نعبيهم عندهم يسكروا في قواتهم ويخليهم المحصول تاع الثلج باش يعبيهم بنزة برنك اللي هو الدولة عطيتهم اللي هو رئيس الميناء انت اي يا اخي الثلج عاملينه للبحارة ولا للبيع والشراء؟ الثلج كلمت يسخن الماكينة عطاك ما كانش النحوال ما كانش النحوال الواحد جا بكري زود في المراكب بالكمية اي مش يعني مش عامل مزيان كلمته قلت له ما تخليه ما تخليهمش بلاش احنا ما عندنا اولويه عندكم هيك اسمعني اسمعني عندكم هيك رئيس الاتحاد فما مشكل كما هذا كلم بالله راضي ما نحلوا الرخصه مش كل واحد نعبي بالليل بعد المغرب سيد رئيس الاتحاد مش القاعه بلا شو كيفاش سيد رئيس الاتحاد خدمه ماشي متوفره تعلم سيد رئيس الاتحاد سيد وين اي واحد من وين اتحاد الفلاحين يا اخويا جي تعال واسمع حرس وشرنا فيه بالموضوع هذا عين بالله نتاع حكايه الشراب واحده لا تسبي لها اليه سيد الولي عقبنا بحضر اذا تعطلوا هم هاد خدمه شرنا بلان تدخل لا ما عاد يدخل حد دخلنا شرنا بلاد باش يسيبوا هزينا خمسه ولا سته من الناس من يعتبر البلاد كامله لا ما عادش يدخل حد كنا خدمنا على روحنا